في أثناء الصلاة أسهو كثيرا، مع أنني أحاول كثيرا الخشوع في الصلاة. والمعروف أن للصلاة أركانا وشروطا وواجبات وسنن، والمعروف أن من سهى في ركن من أركان الصلاة فعليه إعادة الصلاة ولا يسجد سجود السهو. فما حكم من كثر عليه السهو في الصلاة رغما عنه حتى لو كان ركنا من أركان الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا بلغ السهو إلى حد الوسواس، قد يكون الإنسان عنده وسواس فيرى أنه سهى وترك شيئا وهو لم يترك شيئا، وإنما الشيطان يلبس عليه. فإذا بلغ الأمر إلى حد الوسواس فإن الإنسان يرفضه ويكمل صلاته والحمد لله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان السهو حقيقيا ترتب عليه ترك ركن من أركان الصلاة، فليس الأمر كما قال السائل أنها تبطل صلاته، ولكن الأمر أنها تبطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها، يكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو. وإن ترك واجبا سهوا فإن صلاته صحيحة ولا يبطل شيء من ركعاتها، ولكن عليه أن يسجد للسهو، كما لو ترك تشهد الأول وقام إلى الثالثة ولم يتشهد فإنه يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة والحمد لله. نعم.